بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم سباق 16 لهذا الموسم، والذي أقيم على كأسي مركز البحرين للمجوهرات وكأسي البورشة برعاية بهبهان للسيارات وكأس شركة شيفرون وكأس شركة الأيرلندية لتسويق الخيول، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالسخير. كما حضر سباق سمو الشيخ حمد بن عبد الله بن عيسى الخليفة وسمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة وسمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة وسمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى الخليفة وسمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى الخليفة وسمو الشيخ هاشم بن محمد بن سلمان الخليفة وسمو الشيخ نوح بن محمد بن سلمان الخليفة وسمو الشيخ علي بن محمد بن سلمان الخليفة وسمو الشيخ محمد بن عبد الله بن عيسى الخليفة وممثلو الجهات الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل. وقد تم تتويج الفائزين بكؤوس السباق، حيث قام السيد أحمد شيرازي عضو مجلس إدارة مركز البحرين للمجوهرات بتقديم كأس مركز البحرين للمجوهرات للشوط الأول إلى الملك الفائز هادي إبراهيم العفو، وكأس البورشة للشوط الرابع إلى المضمر الفائز يوسف طاهر، وكأس مركز البحرين للمجوهرات للشوط السادس إلى فوزي ناس، كما قام بتقديم هدايا مركز البحرين للمجوهرات إلى المضمرين والفرسان الفائزين بالمركز الأول في الشوطين الأول والسادس، فيما قام السيد عباس شيرازي بتقديم كأس البورشة للشوط الخامس إلى سمو الشيخ محمد بن عبد الله بن عيسى الخليفة، فيما قدم السيد خالد حجازي ممثل شركة شيفرون كأس شيفرون إلى رائد البعينين، ثم قدم السيد جارمي كرين المندوب الإقليمي للشركة الأيرلندية لتسويق الخيول سباق كأس الشركة إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة، بجانب هديتين إلى المضمر والفارس الفائزين بالمركز الأول في الشوط السابع. هذا وقد اشتمل السباق على 7 أشواط.